بعض الحكام من المسلمين، وبالأخص نحن نتكلم عن تاريخ الأمة الطويل، لا يعرف في هذه الأمة من تاريخها من بدايته إلى نهايته إلى ما نحن فيه الآن. الحاكم أعلن كفره على الملأ وهو يحكم بلدا إسلاميا من حكام المسلمين، لا في دولة بني أمية ولا في دولة بني العباس ولا في دولة بني عثمان ولا في الدول التي بعد ذلك، وحتى في أيام الاستعمار وحتى بعد تحرير واستقلال البلدان لم يعلن ذلك أحد. من كان كافرا نعم وهو منتسب لملته ودينه نصراني غير ذلك هذا أمر طبيعي، لكن أن يكون مسلما من أبوين مسلمين ثم يعلن كفره وهو حاكم هذا لم يحصل في التاريخ الإسلامي. نعم بين رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الحكام ثلاثة، قال القضاة ثلاثة، قاضيان في النار وقاضي في الجنة، فالقاضي الذي عرف الحق فحكم على خلافه في النار، والقاضي الذي جهل الحق فحكم على جهل في النار، والقاضي الذي عرف الحق فحكم به في الجنة. كذلك لم يفرقوا هنا بين التبديل والتعطيل، تبديل ما أنزل الله وتغييره والإتيان بشرع جديد هذا لم يعرف في تاريخ الأمة إلا في أيام التتار، فإنهم أتوا بالياساق وكانوا يتحاكمون إليه وهو قانون لديهم، ثم بعد ذلك لما جاء المستعمر جاء بالقوانين الوضعية، لكن قبل هذا لم يعرف في تاريخ الأمة أي قانون يضعه الناس من عند أنفسهم للتحاكم من غير شرع إلا هذا في اليهود والنصارى المحرفين المبدلين. أما حكام الأمة نعم حصل فيهم التعطيل، يعطلون الحكم بما أنزل الله، لكن تعطيله ليس كتبديله، والفرق بينهم